بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتعلمون إخواني أن المغرب والحمد لله بلد المساجد، فما من دوار أو حي أو قرية إلا وفيه مسجد، والمغاربة معروف عنهم يساهمون في بناء المساجد ويبنيوا المساجد حتى خارج بلدهم. فهذا المكان اللي كتشوفوه اللي كيوضعوا الأساس فيه هو إن شاء الله هو أساس لبناء المسجد في هذا المكان، مكان أولاد سيد تاج دوار ريش الحمام جماعة عين الحجر طريق الخميس، بعيد عن العيون بحوالي 600 متر. اللي يقدر يساهم يساهم وما يحرمش نفسه من الأجر، بل والصدقة الجارية اللي ساهم في هذا المسجد ولو بشيء قليل فهي صدقة جارية، ولو بكيس ديال الإسمنت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجد ولو كقدر مفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. نوروا المكان لبناء هذا المسجد، واللي بغى يساهم يشري المواد العينية ويديها المكان، أو يتصل بالمكلفين ببناء هذا المسجد في أي مكان ويمشي المكان ويساهم، أو يتصل على الرقم اللي كتشوفوه على الشاشة. الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فساهموا فساهموا. بارك الله فيكم، فنوروا هذا المكان ببناء المسجد، فنسأل الله عز وجل يوفق القائمين على بناء هذا المسجد، وينفق على المنفقين وعلى المحسنين، ويبارك فيهم ويبارك في أموالهم وفي تجارتهم وفي أعمالهم وفي أفعالهم، ويبارك في ذرياتهم ويصلح ذريتهم يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل كل من يخدم هذا البلد وهذا الدين، نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يصلح حاله وأن يشفي مرضاه وأن يرحم موتاه. وفساهموا وضعوا الصدقة وتصدقوا على والديكم، فمن كان له والد أو أب أو ميت أو أم ميتة فالصدقة الجارية أفضل تكون في المسجد. فغفر الله لنا ولكم، وصل الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.